مجلس مدينة الدار البيضاء ينتفض لمعالجة مشاكل عميقة لأكبر حاضرة في البلاد، حضور قياسي لأعضاء المجلس في دورة عادية تناقش قضايا عالقة من قبيل دفاتر التحملات وعقود شركات تدبر مختلف المرافق الحيوية. حسن الأحمدي، عبد الله التابية. في سابقة من نوعها، جمعية المجتمع المدني توزع مذكرة مطلبية حول قطاع النظافة الذي يشكل إحدى الأولويات بالنسبة للمجلس. واليوم تنقدموها خلال الدورة لجميع المنتخبات والمنتخبين باش أنهم يدمجوا الاقتراحات ديالنا والآراء ديالنا والتوصيات ديال المذكرة باش تتخذ بعين الاعتبار. الورد ديال السيد الرئيس. احنا ديما كنرحبوا بالنسيج الجمعوي وكنحييوا الجمعيات النشطة اللي كتجتهد في جميع الميادين في جميع الأحياء. وهذا التغلب على هذه المشاكل اللي كنعيشوها في الدار ما يمكن لها تكمل الا تضافر الجهود ديال الجميع. والجميع اكد حضوره ما عدا البعض، لان انعقاد هذه الدوره ياتي في سياق التحولات الكبرى لرد الاعتبار لهذه المدينه التي تصل ميزانيه التسيير بها الى حوالي 300 مليار سنتيم سنويا. اهم شيء يجب ان اليوم نعطيه به صوره ايجابيه على مدينه الدار البيضاء هو اننا نعاودوا نرجعوا هذاك ميثاق الشرف، نرجعوا للتسيير التشاركي، نرجعوا للتنسيق لخدمه البيضاويين. اليوم ما نظنش غيكونوا صراعات، لان صاحب الجلاله بان ما يكونوش الحسابات الضيقه، الاختلافات العقيمه. اليوم خصنا نخدموا مدينه الدار البيضاء ونعطيو واحد الوجه مشرف. اجواء من التفاؤل طبعت انطلاق هذه الدوره، لكن النقاش ازداد سخونه بعد تدارس ميزانيه سنه 2014 والنقطه المتعلقه بدفتر التحملات الخاص بشركات النظافه وممتلكات مجلس مدينه الدار البيضاء. مراجعه بعض العقود، راه المكتب المسير هو اللي خدا البادره باش تكون هذيك اللجنه ديال العقود والممتلكات. فعلا كاينين بعض الاختلالات اللي الحمد لله الناس دابا راه وعاو بها، المكتب المسير توا وعى بها بفضل الكلمه ديال ولا الديسكور ديال صاحب الجلاله اللي ثاني نبهنا لها. لاول مره في تاريخ مجلس مدينه الدار البيضاء يسجل حضور 117 عضوا من اصل 147 الى حدود الساعه الرابعه بعد الزوال، وهذا الحضور يترجم رغبه المنتخبين في الانكباب على قضايا الشان العام والقطع مع الاساليب التدبيريه السابقة.